أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفه سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم كل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لنا مثلا أصحاب الجنة قرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوا وما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألهم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دون الله آلهة لعلهم ينصرون إن يردنا الرحمن بدر لا تغني أني شفاءتهم شيئا ولا ينقذون إلا إني إذا لفي ظلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومي من بعدي جن من السماء كنا منذرين إن كانت إلا صيحة واحدة تعدون وهم يغسمون فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يعطيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا أنا خلقنا لهم مما كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مهضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما أملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم والليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا عملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولهم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم ما بين أيديكم وما خلفكم متقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلهم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها موردين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا اطعموا من لم يشاء الله وطعمه إن أنتم إلا
صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا يستطيعون نصرهم توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور وإذا هم مظلمون هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا وما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة تأخذهم هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة في شغل فاكهون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قول من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون ألم أعد إليكم يوما ولقد ضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون ألم أعد هذه جهنم التي كنتم توعدون مثلها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون فلا يحزنك ولو نشاء لطمست على ما كان على عينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخنا على مكانتهم فما استطاعوا مديا ولا يرجعون ومن نعمره ننكثه في الخلق أفلا يعقلون وما ألمناه الشعر وما ينبغي له أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون قيل ادخل الجنة وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن وإلا ذكر وقرآن مبين ويرى من كان حيا وحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون إن ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون والله يؤمنون أولم يرى الإنسان أنا خلقنا من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا هم أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق الأزواج خلق السماوات والأرض بقادر
على من يحيي على مثلهم بلى أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم وهو خلاق العليم إنما تنذر إنما أمره إذا رعاد شيء أن يقول لهم كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.